مساء الخير على حضراتكم مشاهدي قناة On Time Sports 2، حلقة جديدة من برنامجكم ملعب الأبطال، وأكيد كل ما بيدور في الساحات الرياضية المحلية والعربية وأكيد كمان العالمية. وزي ما دايما بنقول في برنامجنا إن ملاعبنا كتير وأبطالنا الحمد لله أكيد أكتر. دايما بنتكلم مع حضراتكم قبل كده ودلوقتي وعلى طول، زي ما قلنا إن احنا دايما من انطلاق برنامج ملاعب الأبطال هيكون دايما يعني اهتمامنا الكبير منصب بقضايا الالعاب الاخرى بعيدا عن كره القدم، واننا هنكون دايما مهتمين ان احنا نبص ونسلط الضوء على الالعاب دي ولعبتنا في مختلف الرياضات غير بقى الكوره، وده لاكثر من سبب. الاول طبعا هو تشجيعهم وان احنا نزقهم ان هم يحققوا بطولات ويحسوا ان في اعلام باصص عليهم، وده بالتالي بيخلي اي رياضي لما يحس ان في ناس مهتميه وتحديدا اعلاميا بالبطولات ديت بتحس ان في حافز الى حد كبير ان هو يكون عارف ان لما يحقق انجازات هيتم تسليط الضوء عليها، فده حافز كبير جدا ليهم ان هم مع الانجازات هيكون في اهتمام اعلامي ليهم. اما السبب الثاني ان احنا الناس برضو تبتدي تعرفهم شويه، نخلي الجمهور يبتدي يدعمهم مع الوقت. بقى احنا اكيد هنكون متاكدين لو ده فضل يحصل على مدار سنوات هيختلف شكل الرياضيين دولت بالنسبه للناس في الشارع، هتبدأ الناس تعرف الابطال دي بالاسم، تشجعهم، تستنى كمان ماتشاتهم. حصل تطور كبير جدا على مدار السنين اللي فاتت وكمان على مدار الشهور اللي فاتت تحديدا، وده ممكن بيرجع للنتائج الكبيره اللي حققها الابطال المصريين سواء في رياضات جماعيه او في رياضات فرديه في بطولات مختلفه. فأجبر الناس اللي بتحب الرياضه ان هم يبصوا عليهم ويشوفوا هم بيحققوا ايه وبيشتغلوا في ايه، وان هم كمان يكونوا بيحفزوهم وبيشجعوهم بالاسامي. احنا برنامجنا هدفه الاهتمام بالجزء ده من الرياضه، لكن الحقيقي واحنا يعني باصين وشغالين ومتابعين الاخبار في المجال الرياضي لقينا ان في فروق كبيره جدا، مش بس ما بين كره القدم وبقيه الالعاب التانية دي معروفه كده كده، لا الفروق كمان ما بين الالعاب الجماعيه البعيده عن الكوره والالعاب الفرديه. لقينا ان المنافسه ما بين الانديه صنعت جاب كبيره جدا ما بينهم، وصنعت فرق في قمه العقود والتعاقدات، وصنعت كمان طفره حلوه قوي واحنا بنشجعها الحقيقه في القيمه الماليه اللي بيحصل عليها لاعب الالعاب الجماعيه مقارنه بالقيمه اللي بيحصل عليها لاعب الرياضات الفرديه. احنا اكيد مؤكد ان احنا مش ضد القيمه الماليه اللي بيحصل عليها لاعب الالعاب الجماعيه زي اليد والطايره والسله، لاننا طبعا مهما زادت هتفضل لسه بعيده قوي عن الكوره، لكن نفسنا طبعا ان احنا نشوف الطفره دي بتحصل برضو في عقود لعيبه الرياضات الفرديه. كتير منهم جدا ما بيلاقوش اصلا حد يساعدهم لا يقف وراهم ويشجعهم عشان يحققوا بطولات او ميداليا. كل الشكر لبقى الجهات الخاصة أو رجال الأعمال اللي بيهتموا ويلاقوا لاعب مبشر وممكن يكون خامة جيدة جدا فيبتدوا يكونوا سبونسر ليهم، ولكن احنا كلامنا موجه بقى للطرف الآخر. تعالوا نبص كده على العقود اللي موجودة حاليا في الألعاب الجماعية، بنتكلم عن النوادي واللي بنكرر ان احنا مع زيادة قيمتها واكتر كمان من دلوقتي، ولكن هتلاقي مثلا ان اللاعب في انديه زي الاهلي او الزمالك ممكن يكون عقده بيوصل ل 3 او 4 مليون، هنيئا ليه يستاهلهم، وده بيكون في السنه مبلغ مقارنه بالكوره هو ولا حاجه، ولكن طفره كبيره جدا لازم نشيد يعني. ولكن في اقل بقى من كده، لكن يعني في اكيد لعيبه بتاخد اقل من كده، ولكن بنتكلم ان ده بقى رينج ما بقاش بيخض في سوق الانتقالات بالنسبه للرياضات الثانيه، ومناسب جدا وبيحقق استقرار كمان نفسي للاعب، وبيقدر اللاعب من خلاله ان هو يحقق جزء كبير جدا من متطلباته وتطلعاته. كمان نبص بقى شويه كمان على الناحيه الثانيه، يعني عند الجماعه بتوع بقى الرياضات الفرديه، الناس معانا برضو العاب قوه، عندنا ابطال ملاكمه، مصارعه، رفع اثقال، سكواش، هتلاقي كوارث ممكن معنى الكلمه في العقود. ممكن تلاقي لاعب مرتبه في الشهر 2000 جنيه مطلوب منه ايه بقى في ال 2000 جنيه دولت؟ مطلوب ان هو يكون بيشرب وبياكل، بيشرب وبياكل صح، مكملاته الغذائيه، التدريبات، بيصرف على سفريات، مش كل السفريات هتكون بتتغطى من الاتحاد، فممكن كمان يكون المفروض يحوش منهم تكلفه لسفر، السفر ده انكلودنج فيزا، انكلودنج اقامه. انت عندك كميه مصاريف للرياضي بتاع الرياضات الفرديه كبيره جدا جدا، ده المفروض يكون بيعمله من مبلغ بسيط قوي في قيمه عقده، فده بجانب بقى ان هو ممكن يكون فاتح بيت، متجوز، عنده اولاد، فبيضطر اللاعب ان هو يصرف من جيبه لو هو مقتدر، ولكن اكيد بيكون بريشر جنب بريشر بقى الاجتماعي في حياته وعيلته، يا اما بقى يتكل على الله كده ياخدها من قصرها ويشوف شغلانه ثانيه يقدر ان هو يعيش من خلالها ويسيب الرياضه في حالها خالص. ونقول بقى
كان عندنا والله خامة مبشرة واعتزلت بدري بدري، ليه بيحصل كده؟ فكلامنا هنا ممكن يكون موجه هو للأندية، زي ما بقول لحضراتكم هم اللي عليهم مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع والبلد، جزء من المسؤولية دي هو رعاية الأبطال اللي من خلالهم مصر بتحصد الميدالية والبطولات على كل المستويات القارية كمان والدولية والأولمبية. احنا ملتزمين بالصرف على الألعاب دي حتى لو مش بتحقق عائد مادي، زي ما كل الألعاب الجماعية مش بتحقق عائد مادي، وبيتم كمان الاتفاق على عقود كبيرة وفي بذخ لإرضاء الجماهير. احنا مش بنقول ان احنا نخلي عقد اللاعب بتاع الرياضات الفردية نفس القيمة 4 مليون، بس على الأقل يكون في يعني نسبة وتناسب في رينج حد أدنى يعني من احتياجاته، فبالتالي حد أدنى من المرتب الخاص بيه أو قيمة عقده، يتوفر له مرتب محترم يقدر من خلاله يعيش عيشة كريمة، يركز في الرياضة والتدريبات، يحصد ميداليات، نقدر ساعتها نحكم عليه ونقول هو حقق إيه في البطولات. ولكن الأبطال دول بيعملوه هم أبطال فعلا، إن هم يكونوا بإمكانيات بسيطة جدا بيسافروا وبيتنافسوا قدام لعيبة دولية متوفر لهم كل حاجة من الألف للياء وبيعملوا إنجازات وبيفوزوا عليهم، دي حاجة مش منطقية. معنى كده إن أنت عندك قماشة بيوند إن هي مميزة، هي حاجة عبقرية، فده بقى لو توفر معاها كمان الإمكانيات المطلوبة هيبقوا في حتة تانية. ففي أرقام لو قلناها لحضراتكم يعني هتتصدموا هتزعلوا، ممكن بطل أولمبي كبير ولاعب مصر كلها مستنية يشارك في الأولمبيكس وبيلعب في نادي كبير قوي وعقده السنوي ما بيزيدش عن 120,000 جنيه، مش هقول إن 120,000 جنيه ده لا، مبلغ بياخده لاعب في الدوري المصري شهريا، لأن ده برضو مش منطقي، يعني أعتقد إن ما بقاش في حد بياخد 120,000 جنيه في الشهر في الكورة، فتتكلم ده بعيد جدا، ده في السنة وهو أولمبي وبيتحضر علشان يكون بيشارك في أولمبيكس كمان قادمة، مش عارف يصرف على نفسه على أكله على شربه تدريبات معسكرات، كل الحاجات دي هتكون صعبة جدا. في لعبة كبيرة جدا وليها أسامي وحققت إنجازات في بطولات العالم كانت بتتحايل على إدارات أنديتها إن هم يجددوا لهم عقودهم اللي انتهت ومش لاقيين مكان يروحوه. كارثة كارثة إن يكون لاعب أولمبي وبطل مش لاقي نادي يروح له، هو اللي بيتحايل عليهم. المفروض بقى المسؤولية بتاعة الأندية إن هي اللعيبة اللي زي ديت هم اللي يجروا وراهم وهم اللي يخلوهم موجودين عندهم في أنديتهم ويوفروا لهم مدربين ويوفروا لهم عقود محترمة تليق بيهم وتليق بالطموحات بتاعتهم. ده اللي احنا يعني بنطالب بيه وبنأمل ان هو يكون بيحصل. ازاي في ظل الظروف دي اللاعب هيقدر ان هو يكون بيركز لو مفيش حد مهتم بيه في تدريبات ولا بطوله؟ ازاي هيركز وهو شايل هموم كبيره جدا زي اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتكم ومحدش حاسس بيه ولا بيوفر له الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ديت؟ فدي نقطه وقضيه وكلام مهم جدا جدا، بنأمل ان يتم الاعتماد عليه في الفترات اللي جايه ويكون في اهتمام بيه. لو عاوزين نصنع ابطال بجد ويكون عندنا اجيال متعاقبه لازم نهتم بالمقابل المادي اللي بيحصل عليه لاعب الالعاب الفرديه، دي مسؤوليه انديه سواء اهلي او زمالك او غيرهم، اي حد عنده مبالغ او يعني عنده خزينه محترمه ممكن يكون هو من المعنيين بالحديث بتاعنا النهارده. يكفي ان احنا نقول لحضراتكم ان لولا المؤسسه العسكريه يعني اخذت على عاتقها مسؤوليه رعايه الابطال اللي بيحققوا انجازات باسم مصر، كانوا لعيبة كتير جدا من اللي حضراتكم عارفينهم بالاسم اعتزلوا الرياضة خالص وراحوا يدوروا على شغل تاني يوفروا من خلاله احتياجاتهم اليومية والمعيشية. يعني دي نقطة ابتدينا نشوفها مع انجازات اللعيبة المصرية في الرياضات الفردية في السنوات الأخيرة، ان هم يستحقوا اهتمام أكبر من أنديتهم وتقدير مادي. المعنوي جميل وعظيم، الإعلامي عبقري ولطيف، كل ده حلو، بس هو المادي هو اللي هيخلي الإنجازات تستكمل وتستمر. احنا بنحتفل بيهم بعد الإنجاز مباشرة، سواء وزارة الشباب والرياضة أكيد بتكون بيبقى فيه اهتمام باللاعب واستقباله، ده بيبقى موجود معنويا، بيلاقوا السوشيال ميديا بتتكلم عليهم، إعلاميا بنتكلم على إنجازاتهم، ولكن مش ده اللي احنا عايزينه وخلاص كده، ما نشوفش اللاعب ده تاني ولا نشوف إنجازات يحققها تاني، عايزين أكتر. الأكتر ده هنا بقى المسؤولية اللي بتيجي على الأندية وعلى الرعاة وعلى القطاع الخاص، كل يكون بيشتغل علشان نشوف بإذن الله دايما علام مصر مرفوع برياضات جماعية وغير جماعية. النهاردة بقى فيما يخص ضيفنا والجزء الثاني من حلقتنا هيكون معانا الكابتن عمرو الجندي لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة واللي لسه منتقل حديثا لنادي الأهلي، صاحب التاريخ الطويل من الإنجازات والنجاحات، هنتكلم معاه عن طموحاته عن كرة السلة المصرية وأكيد مواضيع كثيرة جدا هيكون معانا وفي ضيافتنا نكلمه عنها وناخد منه كده رأيه في الشكل العام لمستوى السلة في مصر في التوقيت الحالي وفي ممكن نقول
أربع أندية بيتنافسوا دايما، ممكن بيبقى منافسة خماسية، يدخل سبورتينج ساعات، بتدخل سموحة ساعات، يعني الشكل مختلف ومميز بجانب طبعا الاتحاد الأهلي والزمالك والجزيرة، فحالة لذيذة بنشوفها في الدوري المصري لكرة السلة. سؤال حلقتنا النهارده اللي طرحينه على حضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك، ايه رايك في صفقات فريق سله الاهلي لهذا الموسم؟ بسام عادل ابو مكه، صفقات الاهلي قويه بالفعل خاصه بعد التعاقد مع النجوم عمر طارق وعمرو الجندي. كريم عوض، اعتقد مع التوفيق الاهلي هيغزو افريقيا. ضياء عدلي، صفقات ستمثل اضافه للفريق مع بقيه اللعيبه وخاصه بعد التعاقد مع النجم عمر طارق. بسام عادل الخطاري، بالتأكيد صفقات ناجحة بعد التعاقد مع أحمد مهيب، محمد مصطفى، عمرو الجندي، هتكون المنافسة قوية في الموسم القادم. الهندي محمد، صفقات الأهلي قوية والأهلي بمن حضر وبالتوفيق إن شاء الله. دي كانت رؤية متابعينا لشكل النادي الأهلي أو توقعاتهم لشكله في الموسم القادم بعد ما عمل ميركاتو كان قوي جدا في ظل ظروف صعبة، ودايما بنشيد بمجالس الإدارة في الأندية المختلفة اللي بتدي كده يعني مفاركوتة معينة أو مبالغ معينة يتم صرفها على الرياضات التانية غير كرة القدم. كمان حلقتنا مليئة بالأخبار، خلونا نبدأها. خلونا نشوف مع حضراتكم عناوين أخبار حلقتنا النهاردة. تألق الأهلي والاتحاد وسبورتينج وسموحة في انطلاق دوري السلة. قرارات هامة لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة. الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث. وميار شريف بتدرس الرحيل عن النادي الأهلي. الأهلي والزمالك يحققان العلامة الكاملة في جولات دوري اليد. لجان تفتيش وزارة الرياضة تواصل أعمالها في الاتحادات والأندية. نادال يتوج ملكا على عرش بطولة رولان جاروس للتنس. وأخيرا الجزيري يدخل الدور الرئيسي لبطولة أليكانتي الإسبانية للتنس. دي كانت عناوين أخبارنا، أكيد هنروح لتفاصيلها ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا تكرموا دائما بالبقاء معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، ونروح لتفاصيل اخبارنا. ومن كره السله، فتصدر الاتحاد السكندري ترتيب المجموعه الاولى بعد ختام الدوره المجمعه الاولى من الدوري المرتبط للموسم الحالي 2020-2021 برصيد 15 نقطه بواقع 9 نقاط للفريق الاول و6 نقاط لفريق المرتبط، والفرقتين كسبوا ماتشاتهم الثلاثه. وفي المجموعه الثانيه تصدر النادي الاهلي ب 15 نقطه كمان بواقع 9 نقاط حصدهم الفريق الاول من الفوز في
3 ماتشات امام الظهور طنطا وطلائع الجيش، وست نقط حصدهم فريق مرتبط من الفوز في كل ماتشاته هو كمان. اما المجموعه الثالثه فتصدر نادي سبورتنج بالعلامه الكامله وهي 15 نقطه، وجيل جزيره في المركز الثاني ب 12 نقطه. اما المجموعه الرابعه هي اللي شهدت مفاجاه وان كانت غير متوقعه، هي تصدر نادي سموحه الترتيب ب 15 نقطه، وفي المركز الثاني القناه ب 11 نقطه، وجي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقط بالفوز في ماتش وحيد والخساره في مباراتين على مستوى الفريق الاول. كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة في ماتش نادي الأهلي وطلائع الجيش واللي فاز بيه الأهلي. تعالوا نشوف هذا التقرير ثم نعود مرة ثانية. احنا عملنا جيم كويس يعتبر، يعني بنلعب النادي الاهلي فرقه كبيره، ووصيف الموسم اللي فات البطولتين الكبار، يعني ادينا كويس. كان ناقصنا النهارده شويه توفيق بس تحت الباسكت، يعني من ان شاء الله تعالج في اللي جاي. يعني احنا بندعم فرقه جديده عندنا، يعني تدعيمات كتير وتنقلات كتير هتاخد وقتها قبل ما ندخل في الجيم. تعرف ظروف الكورونا وكده، ما بدأناش غير بقى 15/9 ولا 20/9، فلسه ما لحقناش يعني ان الناس تندمج. يعني ان شاء الله اللي جاي احسن، يعني برضه نتيجه كويسه تتخلص في مركز تاني مقبوله، يعني ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. لو احنا ما فيش وقت قدام يوم الاربعاء دوبك هنريح بكره، اتمرن يوم الاثنين والثلاث تمرينتين تظبيط اخطاء وحاجات كده، نسافر يوم الثلاث عشان نلعب الاربعاء ان شاء الله، اربع خميس جمعه اللي بعديه ان شاء الله نحاول يعني نصلح قبل ماتشات دور 16 ان شاء الله. طبعا مش هنلحق يعني ماتش على طول يوم 25/11، ما فيش وقت يعني 25/10 انا اسف، ما فيش وقت. ساعه نادينا بس احنا واقفين على رجلينا، انا بتكلم على الانسجام. لكن قصدي عليه كده اللي هو الانسجام ما بين اللعيبه، خصوصا حضرتك قلت ان انت بتعمل فرقه جديده. بالظبط كده، يعني ان شاء الله هياخد وقته، يعني كل ما نلعب ماتشات اكتر كل ما الدنيا هتبقى احسن اكتر، يعني ان شاء الله يعني باذن الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. يعني الحمد لله على المكسب 3 ماتشات، وفريق الجيش فريق كبير على طول بيحرج الفرق الكبيره على طول وبيخطف منهم ماتشات. احنا كمان يمكن ناقصين عدد كبير من اللعيبه، 5 أو 6 لعيبه، والمجموعه اللي موجوده الحمد لله بتلعب على قد المسؤوليه، في روح، في تنفيذ للكلام اللي الكوتش بيقوله، وكلنا على البراج الواحد ان احنا نطلع واحنا ناقصين باداء كويس ونتيجه كويسه لحد ان شاء الله باذن الله باقي الفرقه ترجع ويبقى الشكل احسن والاداء احسن، وان شاء الله باذن الله الموسم ده يبقى مختلف عن الموسم اللي فات ان شاء الله. الموسم اللي فات يمكن مع وجود الكورونا والوضع اللي كان موجود كان في توقفات كتيره وفي اصابات حصلت بعد الكورونا، فكان معظم اللعيبه مش جاهزه الجاهزيه البدنيه الكويسه، وكان يمكن بقى لما كملنا التمرين والفرقه وقفت على رجلها وتركيز والروح موجوده وداخلين الموسم الجديد بروح ان احنا لا مفيش بديل عن الفوز عن البطولات ان شاء الله باذن الله، دي مديها دافع كبير للفرقه، وان شاء الله بنوعد الجمهور ان احنا السنه دي نكون على قد المسؤوليه ونفرحهم ان شاء الله. الحمد لله على المكسب النهارده، وزي ما حضرتك قلت ان يعني النهارده تقريبا في من القائمه في القائمه هتبقى 15 لعيب، احنا اوريدي مسجلين 14 منهم 6 لعيبه غايبين، بس دعمنا بالناشئين، عندنا ناشئين كويسين في قطاع الناشئين، كابتن اشرف بيحاول يديهم فرص، ودي طبعا فرص بتبقى فرص ذهبيه بالنسبه للناشئين، منهم ناس كتير اثبتت وجودها، واحنا لسه في بدايه الموسم والحمد لله يعني الاداء مرضي لحد كبير. الفرق ما بين الدوري ده والدوري ده حوالي 3 أسابيع، فطبعا احنا كملنا، وكانت السنه اللي فاتت يعني كانت بدايه للجهاز بقياده الكابتن اشرف، فانت يعني الحمد لله الفرقه بدا يعني غير شكل الفرقه تماما، دخل عناصر جديده كتير على الفرقه، صعد شباب كتير، لان طبعا انت كان بيحصل لك دروب في دوري السوبر بقالك 3 سنين ما كنتش بتلعب فيه الفاينل، كنت بتلعب دايما على خامس او رابع، فالسنه اللي فاتت انت بدات الفرقه تشد حيلها شويه، ان شاء الله السنه دي بتدعيم اللي النادي مساندنا بيه ان احنا ان شاء الله نقدر نلعب على البطوله باذن الله السنه دي. والله احنا اوريدي معانا اليكس يونج من احسن، ما هو لسه ما وصلش من امريكا، هو هيجي ان شاء الله بكره او بعده،
طبعا في غيابات كتير، في مودي الجرحي، في عمر طارق لسه راجع من الجواز بنأهله واحده واحده ندخله وسط التيم، ايهاب امين كان عنده شد في عضلات بطنه وده لعيب مهم جدا عندنا في معسكر المنتخب، احمد السلعاوي ان شاء الله قرب ينزل معانا، فاربع خمس لعيبه مؤثرين جدا. الحمد لله المكسب ان انت بتقدر تكسب بسكور مستريح من غيرهم، ولاعيبه ناشئين زي مالك ومحمود وعمرو زهران، ولسه عندنا مؤمن خيري وعبد الله يعني كسر صباعه في اول موسم وده لعيب برده مهم لسه النادي متعاقد معاه السنه اللي فاتت، فان شاء الله يعني كده يكون في اداء الفتره الجايه مرضي لجمهور النادي الاهلي ونفرحهم باذن الله. أكيد مستوى منافسة مميز جدا، والحقيقة في بداية الموسم كمان نشوفه دي حاجة جيدة، لكن المحير فعلا هو مستوى نادي الزمالك، خصوصا أن الزمالك فاز بلقب دوري الموسم قبل اللي فات، ولكن الموسم ده الوضع بيبدو أنه هيكون مختلف بالنسبة للقلعة البيضاء. يعني الموسم اللي فات كمان كانت الدنيا مش أفضل حاجة، مع انطلاقة موسم جديد الكل كان ممكن مستني من نادي الزمالك شكل مختلف، لسه أكيد الحسابات بدري ولسه بنتكلم في يعني ماتشات بتتعدى على كف الإيد الواحدة، ولكن دايما بتكون الانطلاقة بتسيب مؤشر. هنشوف أكيد مستوى نادي الزمالك مع بقى يعني خلال الجولات اللي جاية هيكون ممكن يعني يزيد بشكل تدريجي، الحال الفني هيكون عامل إزاي أكيد هيبان. كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة في ماتش الزمالك وسموحة والله النهارده احنا عملنا جيم كويس جدا، يعني انا شخصيا راضي عن مستوى فريقي، ولكن برضه احنا هنقول المستوى البدني الصاله طبعا ما فيهاش تكييف، في الدنيا برضه في حراره غير عاديه، انما الولاد عندنا لعبوا كويس جدا جدا جدا. انا بقول النهارده جيم محترم من الفرقتين، ولكن كان توفيق وسوء حظ عندنا شويه في الشوط الثالث والرابع، زائد ان احنا جلينا شويه رميات حره حوالي 13 ل14 رميه، هم دول اثروا شويه في الجيم، انما اداء الفريق النهارده كان كويس. حلق مختلف مش متمرنين عليه، كانت نسبه الميسنج في الفري ثرو او الفاول شوت كبيره شويه، اثرت في الجيم بطريقه ملحوظه يعني. والله واحنا طبعا كنا مينلي جيم كان حوالي خمسه فاول الفريق بتاع سموحه، احنا كنا اتنين فاول، حبينا نلعب انسايد جيم كتير عشان نقدر ناخد فاولات، وفعلا خدنا فاولات، ولكن برضو نسبه الفري ثرو كانت ضعيفه جدا. توفيق نادي سموحه في الثري بوينتس، عزب وعماره والامريكاني كان ليها دور كبير جدا، زائد اللاعب ارتكاز بتاعهم عامل جيم كويس قوي رقم 55، خلى ان يبقى في فرق شويه في المباراه. احنا لسه بعيد فنيا وبدنيا، بس احنا في تحسن، يعني احنا النهارده ثالث ماتش الاداء بتاعنا بيتحسن من مباراه لمباراه. اول ماتش طبعا احنا بدانا بدايه وحشه جدا، تاني ماتش يعني كان احسن من اول مباراه لكن لسه بعيد عن مستوانا. النهارده يعني حاصل كان كويس، الاسلوب الاداء الفني لسه برضو احنا بعيد شويه، احنا جايين من قاعده يعني انا عمري ما قعدت في حياتي الفتره الزمنيه زي دي في البيت، ما لحقناش نتمرن برضو، ما لحقناش نلعب ماتشات، بقالنا 6 شهور بعيد عن الكوره، فطبيعي جدا ان انت تتاثر شويه فنيا وبدنيا، لكن هي دي ميزه الدور التمهيديه ان احنا لسه بنقف على رجلينا كفرقه، لسه بنلم الشمل، لسه بنقف شويه، بنتعلم سيستم جديد، بناخد برضو على الاجواء بتاعه الماتشات والريتم بتاع الماتشات، فشيء طبيعي جدا انت فنيا تبقى مش قد كده، بس اهم حاجه تبقى انت بتدي 100%، اهم حاجه تبقى انت بتهاصل وبتلعب راجل في الملعب، والاداء الفني بيجي ان شاء الله. بحمد ربنا وبشكره وبشكر لعبتي جدا، وبشكر طبعا نادي الزمالك فريق كبير وكابتن طارق مدرب محترم ومدرب كبير طبعا يعني استاذنا، وبحمد ربنا طبعا على المكسب، وبتمنى ان شاء الله مزيد من الانتصارات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احنا طبعا استعداداتنا يا دوب، احنا عندنا ماتشات كمان 3 ايام
يا دوب يعني هنريح يوم ونتمرن يومين ونبتدي على طول في الماتشات، ما فيش وقت يعني، الوقت ضيق والوقت قصير يعني، يا دوب هنحاول نشتغل على الريكفري وعلى راحه اللعيبه ان شاء الله، بحيث ان احنا نجهز اللعيبه ان شاء الله باذن الله للماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله يعني احنا تعبنا، وكل ماتش الحمد لله كنا بناخده يعني ستيب باي ستيب الحمد لله، وربنا كرمنا النهارده وتعبنا، والماتش طبعا ما كانش سهل يعني، بس الحمد لله ربنا كرمنا. هو طبعا خصم قوي جدا، نادي الزمالك نادي معروف جدا في الباسكت ونادي كبير جدا وليه احترامه طبعا. طبعا الكوتش حفزنا جامد وادانا تعليمات يعني الحمد لله مشينا عليها وربنا كرمنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. المباراه ما كانت سهله خالص، خلصت يعني في الشوط الرابع في الاخر. اللعيبه عندنا بسم الله ما شاء الله ال 12 كانوا رجاله. الحمد لله رب العالمين، كله ادى اللي عليه، تعليمات الكوتش اتسمعت وده ادى للمكسب الحمد لله. اللعيبه كلها بلا استثناء كانوا رجاله النهارده. طبعا المباراه صعبه جدا، نادي الزمالك فريق كبير تاريخا وفريق طبعا كبير جدا، مدرب كبير، تركيز من امبارح، بندرس اللعيبه لعيب لعيب، بندرس الخطط بنتفرج عليها وندرسها، بحيث ان احنا على قد ما نقدر نحاول نكون كويسين ونلم الدنيا. والحمد لله رب العالمين كان في توفيق، الحمد لله رب العالمين يعني المكسب الحمد لله. ولسه مكملين مع اخبارنا ومع كره السله ايضا. مجلس اداره اتحاد كره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه خلاص حدد عدد او من القرارات المهمه، ابرزها تعيين خالد القوسي عضو المجلس مدير البطوله الافريقيه للناشئين والناشئات، واللي هتقام خلال فترة من 1 لحد 9 ديسمبر اللي جاي في القاهرة. البطولة المفروض هتقام على صالات استاد القاهرة وهتشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات الإفريقية. كمان المجلس قرر تقديم طلب للاتحاد العربي علشان يحصل على حق استضافة البطولة العربية للسيدات اللي هتقام خلال شهر يناير المقبل. المجلس قرر كمان تعيين الكابتن إيهاب الألفي مدير فني لفريق السيدات، ومع الكابتن عمرو عاصم مدرب والكابتن محمد شوقي مدرب مساعد، في حين قرر تعيين الكابتن عمرو أبو الخير مدير فني لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة، والكابتن عماد محمود مدير فني لمنتخب الناشئات تحت 16 سنة. نتمنى التوفيق لكل الأجهزة الفنية الجديدة مع منتخباتنا الوطنية، وإن شاء الله نشوف بصمتهم كده تكون واضحة خلال أشهر قليلة. أما بقى من الخماسي الحديث، فاتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان أتم استعداداته لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية واللي هتقام يوم الثلاث اللي جاي في مقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر. الجمعية العمومية هتناقش خلال الاجتماع الميزانية والحساب الختامي وكمان شكل وبطولات الموسم الجديد، بالإضافة للنظر في تعديل مكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي. كان من المفروض ان تقام الانتخابات خلال الجمعيه العموميه دي، ولكن تاجيل الدوره الاولمبيه لمده سنه اتسبب في تاجيل الانتخابات الاتحادات واللجان الاولمبيه كمان لمده سنه. طبعا بنتمنى التوفيق لكل لاعبتنا في استعداداتهم للمشاركه في الدوره الاولمبيه، وان شاء الله يحققوا باذن الله نتائج جيده زي في الفتره دي كده، واحنا بنتابع بطولات دوليه بنبتدي نطمن، بناخد بعض المؤشرات، فان شاء الله يكون احساسنا اللي وصل لنا من مشاركات لاعبتنا في الرياضات المختلفة أنها مجدية وأكيد الفترة اللي فاتت كانت صعبة، ولكن على الكل فإن شاء الله نكون إحنا منتخباتنا الوطنية تستغل الفترة ديت والتأجيل السنة يكون بيصدف مصلحة بعض من الرياضيين عندنا في بعض الرياضات. يعني نستكمل أخبارنا ونروح لأخبار التنس ولعبة منتخبنا الوطني ميار شريف. طبعا دلوقتي اشهر من النار على العالم، الله اكبر عليها، بعد انجاز كبير حققته، تلقت عروض كبيره من العروض الاحترافيه من انديه مصريه للانضمام ليها بعد النتائج الكبيره اللي حققتها وقدمتها في مشاركتها الاخيره في بطوله رولان جاروس المقامه حاليا في فرنسا، كانت اخر ايامها من ساعات قليله. اللاعبه بتدرس طبعا حاليا العروض يعني هتعمل تحديد واتجاه المقبل بالنسبه لها خلال الايام اللي جايه، خصوصا ان عقدها مع النادي الاهلي هو انتهى فعلا، وان كانت هي اعلنت ان هي هتجدد تعاقدها مع النادي الاهلي، ولكن من المنطقي جدا تلقيها العروض بعد بطوله فرنسا المفتوحه ممكن ياثر بعض الشيء على قراراتها او يشتتها او يكون
كارت رابح ان هي تكون بتتفاوض بقلب جامد مع النادي الاهلي ان هي تحصل على افضل قيمه عقد. هنشوف هي هتتعامل ازاي مع القصه دي. اللعيبه اكيد كانت اعلنت في وقت سابق ان هي ملتزمه بالاتفاق اللي عملته مع النادي الاهلي وان هي هتجدد عقدها، لكن خلونا نشوف الايام اللي جايه يعني هتحصل فيها ايه وهتعمل فيها ايه ميار، واكيد نحقق اي لاعب في زمن الاحتراف اللي احنا شايفينه ده. يعني خلاص ما بقاش في حاجه تفاجئ، اعتقد يعني لا ينفع اللعيبه تتفاجئ من بعض ولا ينفع جمهور يتفاجئ من اللعيبه ولا جمهور يتفاجئ من مدربين. بقت كل حاجه دلوقتي في السوق متاحه وشايفينها وبتتكرر، فما اعتقدش ان بقى في اي حد ممكن يستغرب من اي لاعب يكون بيروح ورا مصلحته حتى لو هي مصلحه ماديه، فاصبح من حق كل اللاعبين في زمن الاحتراف وبقينا بنشوفها بتحصل خلاص عادي. لسه معانا اخبار ولكن هنستكملها بعد هذا الفاصل، هنواصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، ونروح لاخبار كره اليد. فالاهلي والزمالك بيقدموا اداء عظيم خلال مشاركتهم في منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين، وقدروا الفريقين ان هم يحققوا الفوز في كل الماتشات اللي خاضوها وهم عددهم 3 ماتشات. الاهلي كان حقق الفوز على المعادي، الشمس، بورسعيد، لكن الزمالك كان فاز على سموحه، اسيوط الرياضي، وبترول اسيوطي. ماتشات دي طبعا ضمن مباريات الجوله السادسه، وحقق حدائق الاهرام الفوز على اسيوط الرياضي بنتيجه 25-24 في مباراه شهدت نديه قويه جدا ما بين الفريقين. كاميرا ملاعب الابطال كانت متواجده في مباراه حدائق الاهرام مع اسيوط. تعالوا نشوف هذا التقرير من هذا اللقاء ثم نعود مره ثانيه. الحمد لله على كل شيء. طبعا احنا كنا عارفين ان ماتش النهارده هيبقى صعب لان فرقه اسيوط كان عندها حتى امبارح مع الزمالك والمدرب ريح الفرقه، فاحنا كنا عارفين الماتش هيبقى جامد. واحنا امبارح في ماتش امبارح بتاع بترول اسيوط كان اقل من ده شويه مستوى، فلعبنا الفرقه كلها عشان ما حدش يحصل له اجهاد برده. فالحمد لله يعني كنا محضرين للماتش، والماتشات السنه دي كلها صعبه، الدوري كله صعب السنه دي، ما فيش حاجه سهله، حتى في المجموعتين ما تعرفش مين هيكسب. طبعا الاهلي والزمالك دول في حته تانية خالص، وبقيه الفرق كله شبه بعض، فما تعرفش مين هيكسب مين لاخر ماتش يعني. فطبعا احنا عندنا طموح ان احنا نطلع في الثمانيه الاوائل السنه دي، فربنا يكرم ونقدر يعني نحقق الطموح ده ان شاء الله. احنا لعبنا لغايه دلوقتي 3 ماتشات بالظبط، يمكن احنا اقل فرقه في المجموعه لعبت، خسرنا من سموحه وكسبنا الماتشين دول، وعندنا المرتبط كسب ال3 ماتشات. انت عارف حضرتك نتائج المرتبط بتحدد برده مين يصعد في الثمانيه ومين يبقى في ال10 اللي تحت. فالحمد لله، الحمد لله على كل شيء، يعني اللي مخططين لغايه دلوقتي ماشيين فيه بخير الحمد لله. فرق السعيد على ارضها بتبقى صعبه جدا، ومستويات الفرق كمان متقاربه جدا، واحنا شايفين اسيوط الرياضي دعم بلعيبه كبيره، لعيبه لها خبرات في الدوري المحترفين، فالماتش صعب والفرق كلها قريبه مستوى من بعض، فالمباريات هتبقى تقريبا كلها دربيات مع بعض ان شاء الله. والله القادم كل الماتشات هتبقى على نفس الوتيره، ما عدا طبعا احنا بنتكلم في اهلي وزمالك في ليفل مختلف شويه لحاجات كتير. ف القادم كل الماتشات اللي انت شفتها تبقى على نفس المستوى، نفس الوتيره دي في الجديه والحماس، واللقاء هيخلص في اخر المباريات كلها ان شاء الله. طبعا الحمد لله اول حاجه على الفوز، وفوز مهم جدا بالنسبه لنا. الماتشات اللي زي بتبقى ماتشات السعيد، الحماس بيعوض فيها حاجات كتير قوي فنيه يعني اكتر. عامل الارض والجمهور طبعا بيفرق مع اللعيبه، اللعيبه بتاخد حماس بيديها نفس وروح في الملعب اكتر. طبعا الفرق كلها مستواها قريب من بعض، زي بس طبعا الاهلي والزمالك في ليفل مختلف شويه بطبيعه الحال يعني، ولاعيبه محترفين. فان شاء الله اللي جاي احسن بكتير ان شاء الله، ونكمل زي ما احنا. لا الحمد لله، هو ماتش كان صعب يعني، واحنا الشوط الاول فعلا قصفنا جامد، بس الحمد لله يعني بتعليمات كابتن زكي فقدرنا نفوق جامد الشوط الثاني، والحمد لله في الفوز يعني. طبعا الحمد لله، وطبعا الجون يعني بنشيل بعضينا، الدفاع مش موفق الجون يشيل، الجون مش موفق الدفاع يشيل، يعني كلنا واحد، كلنا بنكسب، كلنا كده كلنا بنشيل بعض. لا ان شاء الله يعني، انا يعتبر لسه دي تاني سنه ليا فيها فيرست تيم يعني، وان شاء الله يعني الجاي احسن. انا السنه اللي فاتت كنت جزيره، والسنه دي حدائق الاهرام، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن. احنا مذاكرين الفرقه قوي من امبارح، واتفرجنا عليهم كذا مره، وحافظين عناصر القوه بتاعتهم، والمدرب كان محفظنا كل حاجه. بس طبعا احنا لينا فتره قليله اتجمعنا مع بعض، فالبدن بتاع الفرقه مش مساعدنا، فجينا الشوط الثاني الكيرف بتاعنا نزل في البدن لو خدت بال حضرتك طبعا.
فاحنا كنا طول الماتش كسبين فرق 2 يتعادلوا فرق 2 يتعادلوا، فجاء اخر 10 دقايق طبعا البدني وفي خبرات عندهم طبعا بس ما شاء الله عليهم، وهم من السنه اللي فاتت في دوري المحترفين، احنا اول سنه معانا لعيبه لسه ناقصه خبرات طبعا، فان شاء الله نقعد اسيوط ان شاء الله نقعد في دوري المحترفين وربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره الجايه. احنا كنا اقرب للفوز بس احنا زي ما قلنا احنا لسه من فتره قريبه مش حافظين بعض، لسه ما اتمرناش مع بعض قوي، ما دخلناش في وسط بعض لان الدوري كان ورا الدوري على طول، الدوري خلص اللي فات دخل الدوري ده على طول، ما لحقناش ان احنا نعمل انسجام بيننا وبين بعض، الناس دي بتلعب والنتيجه اللي حضرتك شايفها دي بفضل المدرب، ما لحقناش ان احنا نتمرن مع بعض بالدرجه الكافيه. بصراحه يعني احنا من فتره قريبه اهو وعاملين نتيجه زي ما حضرتك شايف الماتش النهارده، لا كويس وباذن الله ماتش مع الثاني، مع كان في فتره اعداد اصلا خلاص هتبدا 45 يوم، فده هيجيب الفريق وهيبقى شكله احسن من دلوقتي. تأكيد المنافسة هتكون قوية جدا الموسم ده على لقب الدوري في ظل الصفقات اللي عملتها الأندية، وأكيد كمان هنشوف منافسة ما بين الفرق اللي عايزة توصل لأفضل مركز ممكن، خصوصا مع مشاركتها الأولى في دوري المحترفين، وفوق بقى كل ده وده احنا عندنا كأس العالم في شهر يناير، فالكام جولة اللي جاية هيبقى الكل أكيد بيتنافس وبقوة جدا. طبعا في لعيبة حاجزة تذكرة التواجد مع منتخبنا الأول لكرة اليد وطبعا من العناصر الأساسية، ولكن بيبقى أو بتبقى الفرص موجودة لكل اللاعبين اللي هيكونوا مؤثرين خلال الجولات اللي جاية، إن شاء الله يكون منتخبنا موفق ودايما تكون كرة اليد كده متصدرة المشهد بشكل إيجابي. نروح لأخبار وزارة الرياضة، فلجان التفتيش المشكلة من المختصين والخبراء ممكن يملكون دلوقتي صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، وصلت النهاردة أعمالها الرقابية والتفتيشية على العديد من الهيئات الرياضية، وتضمنت أعمال التفتيش والرقابة النهاردة عدد من الأندية والاتحادات أبرزها اتحاد المصارعة والتجديف واللجنة الأولمبية وأندية سموحة والأهلي والزمالك. اللجان دي مهمتها المراجعة والتفتيش على إجراءات الهيئات الرياضية واكتشاف أي مخالفات سواء مالية أو إدارية، وده الحقيقة دور قوي بتقوم بيه وزارة الرياضة، وكمان في تعاون ملحوظ من الهيئات اللي بتزورها اللجان في إظهار الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل سريع وشكل فيه انسيابية، كل حد أكيد هيكون حابب يعمل دوره على أكمل وجه، فخطوات جيدة جدا جدا إن دايما تكون الرقابة شغالة على المؤسسات الكبيرة، طبعا بنتكلم من ضمنها مؤسسات الرياضية، فخطوات جيدة جدا جدا من قبل وزارة الشباب والرياضة. نروح للكينج اوف كلاي نادال، وكالعاده البطوله المفضله والاقرب الى قلبه بطوله رولان جاروس، الاسطوره الاسبانيه رافائيل نادال حصد النهارده لقب منافسات فردي الرجال في بطوله رولان جاروس المقامه حاليا في فرنسا، وطبعا نادال حقق المباراه النهائيه على المخضرم على حساب السربي نوفاك جوكوفيتش بنتيجه 3-0. ممكن تكون المباراه شهدت سيطره كامله وكبيره من قبل نادال، طبعا واحد من الاساطير على الملاعب الرمليه. المجموعه الاولى انتهت بنتيجه 6-0، اما المجموعه الثانيه فخلصت 6-2، والمجموعه الثالثه خلصت 7-5. اما على صعيد منافسات السيدات فحققت البولنديه الشابه ايجا شيفيونتيك لقب الفردي على حساب الامريكيه صوفيا كينن بمجموعتين دون رد، عشان تدخل تاريخ التنس بصفتها اول امراه من بولندا تتوج ببطوله جراند سلام. اما بقى في سيدات الزوجي ففاز الفريق المكون من المجريه تيميا بابوش والفرنسيه كريستينا بلياديوفيتش للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على التشيليه اليسكا جواراتشي والامريكيه ديزيريه كرواتشيك في نهائي البطوله الكبرى، فهنيئا اكيد لكل محبي الماتادور الاسباني فوزوا بواحده من البطولات المقربه الى قلبه، ودايما بيحقق الارقام القياسيه على الملاعب الترابيه. نختم أخبارنا النهاردة من التنس التونسي، مالك الجزيري تمكن من دخول الجدول الرئيسي لبطولة أليكانتي الإسبانية بعد ما حقق الفوز في الدور الثاني والأخير لجدول التصفيات على اللاعب البلجيكي أرتو دي جراف بمجموعتين دون رد بعد ساعة من اللعب بواقع 6-0 6-2، وبينتظر البطل التونسي القرعة عشان يعرف هيكون مين المنافس بتاعه في الدور الأول واللي هيكون واحد من رباعي قوي جداً.
بالتاكيد بنتمنى التوفيق للاعب التونسي ويكون ان شاء الله موفق في المباريات القادمه، ودايما نشوف كده اللاعبين العرب بيحققوا بطولات وانجازات كبيره. بكده نكون خلصنا اخبارنا النهارده، هنطلع لفاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل ضيفنا النهارده الكابتن عمرو الجندي لاعب منتخبنا الوطني لكره السله والنادي الاهلي، واللي هنتكلم معاه اكيد عن مواضيع كثيره جدا فيما يتعلق مستقبله وطموحاته ورؤيته في مستوى المنافسه في الدوري ومستوى ايضا المنتخب بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. سعداء جدا لما بنلاقي رياضات جماعيه غير الكوره، زي ما كنا بنتكلم في اول حلقتنا بقى عندهم حاجه تسمى بالميركاتو، زي ما كنا بنقول في الكوره كده ميركاتو صيف ميركاتو شتاء، في صفقات بيتم ابرامها من قبل مجالس اداره للانديه الكبيره، وبيبقى في مبالغ كبيره بتصرف عشان يتم تدعيم الفرق الاولى. في الاخر كل ده بنتكلم ان هو المفروض يكون بيقوي المنافسه المحليه وبيصب بالمصلحه على المنتخبات الاولى في الرياضات الجماعيه. على مدار الاسابيع اللي فاتت بنتكلم عن اسمين ممكن يكونوا بينتقلوا من نادي الجزيره الى النادي الاهلي، وصفقه هتكون مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي لفريق كره السله، تحديدا عمر طارق وعمرو الجندي، ومن الاسامي اللي كانت مطروحه في الميركاتو ده فيما يخص الانتقالات. وبالفعل تم ابرام هذه الصفقات، وهيكون في ضيافتنا النهارده واحد ده لسه منضمين حديثا الى صفوف النادي الاهلي لكره السله، وايضا واحد من نجوم منتخب مصر لكره السله كابتن عمرو الجندي. سعيده جدا بوجودك معانا كابتن عمرو، والف مبروك الانتقال وموفق باذن الله. الله يبارك فيكي، وانا مبسوط ان انا معاكي جدا النهارده. بتشرف بوجودك. وخلينا برضو نروح في بدايه الحديث كده للتقرير، يعني في كل ما يخص انجازات الكابتن عمرو وهي كتيره، وان شاء الله كمان يكون المزيد قادم. نشوف هذا التقرير ونعود مره ثانيه. لاعب من طراز خاص بدأ مسيرته مع لعبة العمالقة داخل جدران نادي الجزيرة، وتدرج في فرق الناشئين والشباب، وقدم مستويات مميزة حتى بات في سنوات قليلة واحد من نجوم اللعبة في مصر وأفريقيا. عمرو الجندي لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة والمنتقل حديثا للنادي الأهلي، والذي ولد في 14 من شهر يونيو عام 1991، وانطلقت رحلته داخل مدرسة كرة السلة بنادي الجزيرة وعمره 4 سنوات، ونجح من خلال إمكانياته وقدراته الفنية المميزة في حجز مكان أساسي في تشكيلة فريقه حتى ارتدى شارة الكابتن وعمره 27 عاما. شهدت مسيرة الجندي مع الجزيرة العديد من النجاحات والإنجازات، فشارك مع زملائه في حصد 3 بطولات للدوري، ولقب من بطولة كأس مصر، ولقب من بطولة السوبر المصري، بالإضافة إلى مسيرة طويلة من المنافسة على كافة الألقاب المحلية خلال السنوات الماضية. كما توج الجندي بعدد من الألقاب الفردية، لعل أبرزها أفضل لاعب في البطولة الأفريقية للشباب عام 2008، وأفضل لاعب مصري في كأس العالم تحت 19 عاما عام 2009، وأفضل لاعب في فريقه بالبطولة الأفريقية للأندية عام 2015. كما يمتلك لاعبنا سجلا مميزا أيضا من المشاركات مع المنتخبات الوطنية، حيث انضم الجندي لصفوف الفراعنة لأول مرة وعمره 18 عاما، وشارك في تتويج منتخبنا ب3 ألقاب من البطولة العربية، وشهدت إحداهما تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة. سجل مميز من الإنجازات يمتلكه لاعبنا عمرو الجندي، حمل أحلامه وطموحاته وغادر نادي أولاد الذوات قاصدا أسوار القلعة الحمراء، فهل يكتب لنفسه تاريخا جديدا مليئا بالنجاحات والبطولات؟ سؤال ستجيب عنه الأيام.
بنجدد التحية مره ثانيه بحضرتك يا كابتن عمرو. كابتن عمرو في ضيافتنا وتقرير اكيد مليء بالانجازات ولسه اكيد ان شاء الله طموحاتك كبيره مع الانتقال. بيكون اكيد من الصعب ان واحد يطلع من النادي اللي هو بدا فيه وكمل مسيره من مرحله الناشئين وخطوه الانتقال اكيد مش بتكون بالسهل يعني. طبعا الخطوه كانت صعبه وعشان كده يمكن انا بقيت 13 سنه في الفريق الاول وانا من وانا عندي 4 سنين في النادي. انا والدي كان لعيب في الدرجه الاولى في نادي الجزيره برضو لعب 15 سنه في النادي فانا المقارنه ما كانتش سهله. انا من الميني باسكت ومدرسه السله زي ما بيقولوا في جوه النادي لحد ما عندي 29 سنه بقى وكان بيجي لي عروض كتير بس وقتها يعني كنت الدنيا كنت حاسس انا مستقر وان انا ماشي كويس مع الجزيره بس دلوقتي كنت حسيت اخدت قرار ان انا محتاج اخش تحدي جديد يعني. بالظبط كنت هسالك عن التايمنج ده انت حددته اشمعنى لان اكيد طول ال 13 سنه كان اكيد بيجي لك عروض ايه اللي حاسه مختلف وليه قررت تاخد التحدي في التوقيت ده تحديدا؟ يعني هو ممكن في الكورونا شويه حصل ازمه في نادي الجزيره فما كانش يقدر يحافظ على نفس الفريق كونه نادي اجتماعي طبعا. بالظبط وانا يعني الواحد انا عندي 29 سنه فانا عايز اكون في مكان بينافس على البطولات ويفضل مخلي شكلي كويس اطول فتره ممكنه يعني ان انا اهم حاجه في الوقت ده واللعيب يعني في السن ده لسه كويس ولسه قادر وعايز افضل اظهر بمظهر كويس. حسيت ان انا في الجزيره مش هقدر افضل منافس هنبتدي ننزل بقى رابع هنبتدي ننزل مش في التوب فور كنا مش هنجيب محترف فخدت قرار ان انا بقى ابتدي اخد تجربه جديده يعني. اوكي كان في تشتيت من كذا عرض ولا الاهلي يعني كان يعني اكيد كان في كان في مفاوضات يعني فعلا من كذا حته يعني بس انا يعني ما حبيتش الموضوع يخش في المزاد بقى وان هو انديه تبعت هنا وتبعت هنا. حددت ان انت حددت رغبتي من بدايه المفاوضات يعني من قلت انا عايز اروح بلغت لاداره النادي يعني انا عايز اروح النادي الاهلي ويعني الدنيا الحمد لله مشيت بين الادارتين بطريقه كويسه يعني. اهلاوي انت؟ اهلاوي اهلاوي. طيب يعني المنافسات اللي كنت بتاخدها قبل كده امام النادي الاهلي كان طول الوقت بيبقى في ذهنك ان انت حابب ان انت تكون في يوم من الايام هنا ولا ممكن الازمه بس بتاعت الكورونا هي اللي حطت الموضوع في دماغك؟ بس انا برضو انا كان نفسي العب في النادي الاهلي في يوم من الايام لان انا اهلاوي على طول في ماتشات الكوره بروح المدرجات وكده فمن واحد من جمهور الاهلي بس القرار ما كانش هيبقى سهل ان انا امشي من النادي وانا حسيت ان انا دلوقتي ان انا لو عايز اروح النادي جماهيري ونادي زي النادي الاهلي لازم اروح وانا يعني زي ما بيقولوا كده واقف على رجلي ولسه بلعب كويس عشان اقدر اظهر بصوره يعني تليق بيا وتليق بالنادي اللي انا رايحه ان في هناك النادي الاهلي غير نادي الجزيره شويه الضغوطات اكبر طبعا. الجماهير اكتر الناس مستنيه منك حاجات اكتر فكنت شايف ان ده الوقت المناسب يعني ان انا اخد خطوه الانتقال لان بعد كده كنت هتبقى مش احسن حاجه بالظبط كده. انت اتكلمت عن نقطه مهمه جدا وهي الضغوط يعني مهما جمهور نادي الجزيره زعل من اي فريق مش هيزعله مش هيبقى زي زعل جماهير الاهلي او زمالك يعني. ما عندناش جمهور يعني هم يعني الاعضاء اولياء امور شويه اعضاء لو بيحبوا الرياضه بيجوا مدرجات اعتقد أيوة بس مش هيزعلوا يعني موتوا نفسكم يا اولاد وبرافو عليكم وكده مش هتزعلوا لا هم هيبقوا بيطيبوا خاطركم اعتقد بقى الناحيه الثانيه هتلاقي قصه الموضوع هيبقى مختلف. جاهز ليها؟ يعني ان شاء الله جاهز ليها. انت تعرضت ليها اكيد مع منتخب فكره الضغط بس ضغط الانديه اعتقد مختلف خالص. المنتخب شويه برضو الانديه بيبقى الضغط اكتر شويه عشان الجمهور بيبقى مركز قوي يعني حتى في المنتخب بيبقى حتى بنلعب في مصر الجمهور مش بيبقى كتير. صح يعني لما مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك يلعب بطوله في مصر باسكت بتبقى الصاله مقفوله لو منتخب بالظبط ما بتبقاش نفس الشعبيه يعني. صح. الضغط هيبقى اكتر بس انا يعني الحمد لله من اول يوم ابتدت المفاوضات تطلع يعني ان انا فين احتماليه ان انا اروح النادي الاهلي الجمهور يعني الصراحه استقبلني بشكل كويس قوي ومسجات ورسائل ووقت ما كان لسه في كلام عمرو هيروح الاهلي عمرو هيروح نادي تاني الناس الصراحه كانوا رسائل كتير جدا بيبعتوها لي وعايزين اكون موجود في النادي ودي يعني حاجه بسطتني جدا يعني ورحبوا بيا كويس جدا في كام يوم اللي فات. طيب امتى بدات المفاوضات؟ يعني المفاوضات الرسميه مع النادي ابتدت بعد انتهاء الموسم باسبوع بس معايا كانت قبل ما لما ابتدت تطلع مشاكل ان في مشاكل جوه النادي الجزيره فالناس ابتدت تكلمني بالظبط كده عمرو سمعنا في مشاكل بتفكر ولا مش بتفكر في الاول كنت حاسس ان انا لا ممكن اصبر شويه جوه النادي بعد كده حسيت ان الاحسن ليا وللفريق وللنادي ان انا يعني
هم النادي نفسه كمان نادي الجزيرة اكيد يعني هيبقى فيه مقابل مادي مهم جدا بالنسبه له. بالظبط اه دخل قدروا يجيبوا محترف ودعموا الفريق بصفقتين بالزبط. كويسين فيفضلوا في نفس يعني ان شاء الله يفضلوا في نفس ليفل المستوى بتاعهم. طيب نتكلم عن الدوري المحلي بقى شويه يعني دي لقطات من المباراه لسه كانت من ايام الاهلي امبارح كانت ماتش امبارح. الاهلي الموسم دوت الكل مستنيه بصفقاته ان هو يكون الشكل مميز ومختلف. انت انطباعك عن شكل الفريق بالاساسيين وبالدكه بالشكل العام اللي موجود؟ لا هو الصراحه انا برضو يعني شكل الفرقه دي حاجه تخلي يعني خلتني برضو القرار يبقى اسهل بالنسبه لي ان هو فرقه فيها خبرات كتير قوي فيها نجوم كتير من قبل ما احنا نروح لهم. هم لاعبين فاينل دوري فاينل كاس السنه اللي فاتت ما حصلهمش التوفيق بس هم عندهم كباتن كتير في موجوده في الفرقه مع اسامي الصفقات وهم كمان هم عنده الفريق دلوقتي بيمتلك يعني محترف من احسن محترفين الجون في تاريخ مصر فاليكس يونج فدي حاجه يعني اللعب وسطهم هيبقى اسهل بكتير. مش اظن يعني ان شاء الله بس محتاجين شويه وقت ننسجم مع بعض وان يعني نظهر بمستوى ان شاء الله ليه بالنادي الاهلي يعني ان شاء الله. طيب شكل مستوى المنافسه محليا انا هسال حضرتك سؤال في حد من لعيبه كره اليد قاله لي كان في ضيافتنا بس غالبا قاله لي في الفاصل فمش هنقول هو مين. كنا بنتناقش عن نقطه فيما يخص مستوى المنافسه المحليه وشكل المنتخب الوطني الاول. دايما بيبقى في مقوله ان انت كل ما المنافسه محليا بتكون اشد كل لما هتلاقي عندك الفريق الاول المنتخب اقوى، ولكن احنا عندنا المنافسه شديده ولكن منتخبنا مش في افضل حالاته. تقييمك للمستوى الفني اللي بيظهر في المنافسات المحليه عندكم في الماتشات المفروض يكون شكل منتخبنا الاول اقوى من كده، ايه اللي مخلي فيه ثغره في منتخبنا؟ بس هو اول حاجه ان احنا في الباسكت غير بقيه الرياضات احنا شويه في ست فرق منافسه او خمس فرق منافسه بالظبط. المنافسه شديده يعني ماتشات اتحاد واهلي وزمالك وجزيره وسبورتنج وسموحه ست فرق يعني مستواهم متقارب جدا. المنتخب يمكن احنا اللي احنا بينقصنا عن شويه عن هانبول هم عندهم محترفين كمان بره مستواهم عالي يعني في هانبول محمد ممدوح هاشم وفي محمد سند محترفين بره بيجوا يدعموا. احنا شويه لما اللعيبه بتسافر مثلا جامعه في امريكا الجامعات بترفض ان هم يجوا في التجمعات المنتخب فمش بيجون اللعيبه بس بتلعب في الدوريات الاوروبيه اللي ممكن تيجي فهو بيكون عندنا بس اللي محترف بره عاصم مرعي وفي لعيب بيلعب في الدوري الامريكي بس لسه في مشاكل في جواز السفر والاوراق المصريه فما بيجيش فهو احنا اللي بيفرق شويه يعني احنا نعتبر اقوى دوري دلوقتي موجود في افريقيا حتى في الميدل ايست. احنا كان الدوري اللبناني بس بسبب المشاكل يعني دلوقتي احنا دلوقتي الدوري المصري يعتبر اقوى منافسه بس احنا يمكن عشان ما عندناش محترفين مع يمكن الاعدادات مش بتدينا فرصه كويسه ان احنا نقعد مع بعض اكتر نحتك بمدارس خارجيه اكتر فبيخلينا يعني شكلنا مش يعني غبنا عن اخر كاس عالم بس ان شاء الله يعني الفتره الجايه اتجمعنا احنا من قريب ومع كابتن احمد مرعي والكلام يعني ان شاء الله حاطين خطه طويله الاجل زي ما بيقولوا لحد كاس العالم الجاي وان شاء الله نقدر نكون متواجدين. حضرتك من الناس الاسامي المخضرمه في الدوري المصري نقدر نصنفها في دلوقتي في التوقيت الحالي 13 سنه مع الفريق الاول داخل نادي الجزيره ونادي الجزيره دايما متواجد في انديه القمه في السله. نقيم دلوقتي شكل مستوى الدوري المحلي في انهي حته مقارنه بالسنوات الكتيره اللي انت مقضيها؟ حاسس ان احنا في فتره فيها طفره في المنافسه المحليه كونهم ست انديه ولا شكل الماتشات والفنيات لدى اللاعبين ممكن كانت في وقت تاني مختلفه حتى لو مش بعدد المنافسين؟ هو دلوقتي يمكن زي حضرتك قلتي اكتر وقت يكون في منافسين يعني كان على طول مش بيبقى نفس ست فرق بيبقى نفس القريبين من بعض في المستوى لا كان زمان سبورتنج وسموحه كانوا بعيد شويه بعد كده من خمس ست سنين سبورتنج قرب وبقى يكسب بطولات دلوقتي سموحه قرب وبيخش على طول في التوب فور دلوقتي اكتر وقت يكون في منافسه بين الفرق وكمان المحترفين دلوقتي في مصر حصل لهم طفره كبيره قوي بقى بيتم انتقائهم بشكل احسن البادجت زاد يعني هو دلوقتي زمان كان حتى يعني كان عندي الجزيره كنت موجود فيه كنا ممكن نجيب محترف 4000 دولار 5000 دولار في الشهر دلوقتي الميزانيات وصلت 15000 دولار في الشهر الانديه الجماهيريه بتجيب محترفين بالظبط فالكواليتي اختلف فاللاعب المحترف بيفرق قوي في شكل الدوري ان هو وبيفرق كمان معانا احنا لما تتمرن مع لعيب بعقليه مختلفه وبيتمرن بجديه غير وتمارين باحترافيه اكبر فبيفيد كل المنظومه يعني.
طيب احنا في افريقيا دايما بيبقى الكلام ان المنافسه صعبه جدا بسبب اختلاف نمط الجسم، حاجه بقى براكو خالص، قدرات الجسمانيه ان هم اطول وبدنيا اقوى، كل الحاجات ديت بعيده عن يعني مش حاجه احنا نشتغل نقدر نشتغل عليها ونطورها، ولكن في حاجات عندهم ربنا خالقهم بيها مخليهم في حته تانية، وبرضه بتخليهم عندهم امتياز اكتر في فرص الاحتراف. لو هياخدوا حد من افريقيا بيبقى الاتجاه للدول دي، ليه مثلا زي السنغال انجولا صح، مظبوط، ونيجيريا ومالي، هي الدول دي حاجه نقدر نشتغل عليها نعوضها ازاي عشان حتى التواجد في افريقيا هو غير عارف. كل حضرتك بتقولي فعلا ده موجود، بس احنا مثلا اخر كاس عالم ما وصلناش كاس عالم في سكور افريج، يعني كسبانين نفس عدد الماتشات مع الفرق اللي وصلت، بس سكور افريج في الاخر هو اللي ما وصلناش. وفي اخر يعني اتنين اسمه ويندو عندنا اللي هو زي ما بيقولوا اسبوع الفيفا، يعني الفيبا بيبقى كان عندنا اصابه عاصم مرعي وانا كنت مصاب، وكان عندنا اصابه ابراهيم الجمال كمان، فلعبنا من غير ثلاث لاعبين كانوا مهمين في الوقت مع المنتخب، لعبوا طول التصفيات وما لعبوش اخر ثلاث ماتشات او اخر كمان اكتر من ثلاث ماتشات، فدي فرقت قوي معانا في تصفيات كاس العالم اللي فاتت وكاس العالم اللي قبله، احنا ما كنا موجودين، فاحنا يعني مش بعيد قوي في افريقيا. والنادي الاهلي كسب بطوله افريقيا من ثلاث سنين مثلا في لما كانت البطوله في النادي الاهلي، فلا احنا موجودين يعني وبننافس، وان شاء الله اللي جاي كمان هيكون احسن لينا برجوع كمان انس من امريكا ورجوع عدد اهاب امين كان بقاله فتره مش بيبقى موجود في المنتخب عشان في امريكا، فاتنين لعيبه دول لما يخشوا وسط المجموعه اللي كانت موجوده ان شاء الله يبقى شكلنا احسن يعني باذن الله ان شاء الله. طيب نادي الاتحاد السكندري عامل حاله كده مميزه مش بنبقى قاصدين، بس بتلاقي كده الواحد اوتوماتيك لما بيلاقي حد بره الاهلي والزمالك بيفوز ببطوله بيبقى منفعل ليه بشكل ايجابي، حاسس ان هو في حد موجود هيخلي المنافسه تكون بتشتعل اكبر وما يكونش دايما قطبين الرياضه في مصر هما بس اللي متواجدين في النهائيات. ما يميز نادي الاتحاد السكندري وشكله واضافته التوقيت الحالي ان دايما اعتقد هيخلي الاهلي والزمالك واقفين على طراطيف صوابعهم عايزين يقدموا الافضل ويعملوا صفقات افضل. هو الاتحاد السنه اللي فاتت خد الثلاث بطولات المحليه وكان اول مره يكسب الدوري من فتره كبيره تقريبا 10 سنين. بس هو الاتحاد في الباسكت تاريخه كبير يعني جدا. الاتحاد في الباسكت يعني هو مع الفرق يعني اظن اكتر فريق كسبان الدوري المحلي، فهو يعني موجود مع الاهلي والزمالك على طول يعني والجزيره يعني. فهو كابتن احمد مرعي لما رجع السنه اللي فاتت قدر يعمل تشكيله كويسه ومحترف كويس، عوده اسماعيل احمد فرقت جدا معاهم في الموسم اللي فات، قدر يظهر في الفاينلز بالذات ضد الاهلي خد احسن لعيب والصراحه ما شاء الله ربنا يحميه يعني الله اكبر عليهم. بالظبط لا اسطوره طبعا مصريه، فرقت جدا خبرته في الاخر قدرت تحسم الماتشات اللي في الاخر، بس يعني احنا عندنا امل ان شاء الله السنه دي الوضع يختلف يعني ما عندنا في النادي الاهلي ان شاء الله نقدر ناخد البطولات احنا السنه دي يعني ان شاء الله. طيب هستاذنك نطلع على هذا الفصل، وبعد هذا الفصل اكيد هنكمل بقيه كلامنا، ابقوا معنا مشاهدينا. لسه حديثنا مع واحد من نجوم منتخبنا الاول لكره السله واحدث انتقالات ابرمها النادي الاهلي علشان يكون بيدعم صفوفه للموسم القادم في كره السله، ومنافسه شديده دايما بنشير اليها، كابتن عمرو الجندي في ضيافتنا. نبدا الترحيب مره ثانيه بك يا كابتن. اتكلمنا عن السفر وسفر اللاعبين الى امريكا تحديدا للمشاركه في او يعني بتبقى سكولرشيب والمفروض ان هو بيكون بيستفيد منها. الاستناد على اللاعبين ديت اكيد حاجه مهمه جدا، ازاي ممكن نكون بنزود عدد اللاعبين اللي بيسافروا لجامعات في الخارج؟ اعتقد بتكون اكسبيرينس هتعود بشكل ايجابي جدا سواء على الدوري المصري او مع منتخب مصر. طبعا هو فكره الفتره اللي فاتت زادت جدا عشان هو اللي سهل الموضوع ان احنا في وقت كده ما كناش بنشارك في منتخبات الشباب، فاحنا كنا اول جيل بعد كذا سنه نظهر في 2008 منتخب الشباب اللي انا لعبت فيه، وكان اول ناس من عندنا في المنتخب كان عمر طارق اللي جه معايا سافر امريكا، وكان في لعيب اسمه رامي محفوظ وزيد عشماوي، دول طلعوا للجامعات. لما مصر ابتدت تشارك في بطولات الشباب الناشئين في منتخبات وابتدينا كمان كنا كذا جيل ورا بعض يكسب، دي بتسهل ماركتنج لنفسهم. بالظبط كده ايوه بالظبط، في بيبقى ايجنتس بيتفرجوا عليك فبتسهل لك المنح الدراسيه في امريكا، غير لما انت مش بتشارك مع يعني اغلبيه لعيبه المنتخبات القوميه بيبقى عندهم فرص بيجي لهم، ودلوقتي شايفين لعيب زي مهاب ياسر وفي لعيب تاني اسمه علي ابراهيم تقريبا موجودين بقى كمان حاجه ام بي اكاديمي
ودول بيفضلوا قاعدين فيها وبعد كده بتطلعهم على جماعات، فدي لا هتفرق جدا. يعني احنا شفنا انس وايهاب وعمر طارق، دول ثلاثة راجعين من بره شكلهم مختلف جدا عن الناس اللي في الدوري وفارقين عشان كانوا بيلعبوا في مستوى عالي هناك في امريكا. اكيد. طيب الام بي اي وان هي بقت بص على الدوريات في افريقيا، اعتقد دي برضو من النقاط اللي حتى لو مش هي هتسبب احتراف اكيد، بس الفكره نفسها ان انت بقى في يعني اهتمام بينصب اليك من الام بي اي. اه بالظبط، بطوله الافرو ليج اللي هي اللي هيلعبها في بطوله الزمالك هيلعبها كده الاتحاد السنه الجايه، دي بطوله انا نفسي اشارك فيها طبعا، ودي يعني من الحاجات اللي انا نفسي الاول نكسب الدوري يعني عشان نقدر نشارك فيها. الام بي اي بيشرف على كذا اتحاد في افريقيا ونظم بطوله وبيدي لهم دعم كمان مادي عشان يقدروا يجيبوا محترفين كواليتي عالي عشان يقدر يعلي الباسكت في افريقيا عشان يقرب من المستوى العالمي يعني. ايوه، فاعتقد دي برضو حاجه هتفرق جدا. مع ده بقى ممكن نتكلم انه تحس ان الام بي اي بيبص على كره السله في افريقيا، نقل الماتشات بالنسبه لكم مدى اهميته دلوقتي؟ لا، نقل الماتشات اختلف يعني، احنا اخر ثلاث سنين او اخر سنتين في اهتمام في الباسكت على الدوري كمان. لما بقى في اهتمام اعلامي اللعيبه والمدربين وكله بيبقى وحتى الحكام كله بيبقى عايز يظهر باحسن منظر احسن مظهر يعني عشان يسوق نفسه. زي ما انت بتقولي انا النهارده مثلا بلعب في نادي مثلا مش كبير، هلعب ماتش لما تتذاع واللي يبقى فيه اهتمام جماهيري هقدر انتقل مثلا فرق اكبر، هقدر اظهر، هقدر يبقى عندي اقدر احترف. اصل هو عشان تسافر مثلا بره مثلا برضو لازم يبقى عندك هايلايتس، لازم يبقى عندك عدد ماتشات بالظبط كده، عدد ماتشات معين عشان تبعتهم لايجنت يتفرج عليك عشان يقدر يرشحك لفرق. الحاجات دي كانت فتره كانت غايبه عن كواليتي كويسه بالظبط. هي حتى السنه اللي فاتت كانت في تجربه كويسه قوي عملها الاتحاد المصري، انا اتمنى انها تستمر يعني الاحصائيات في الماتشات. احنا ما كانش عندنا ستاتس بتظهر رسميه، ابتدى في الفاينلز الدوري كانت تتنفذ ستاتس، دي بتفرق. كذا لعيب مصري كان بيجي لهم عروض احتراف بس كانوا بيطلبوا منهم ستاتس رسميه من الاتحاد المصري. واحنا ما كانش عندنا ستاتس رسميه، فدي لما تفرق برضو لو في لعيبه جات لهم حتى دوريات ممكن دوريات اوروبيه ممكن درجه تانية او كده بيطلبوا برضو الحاجات الرسميه المعتمده دي. فدي هتفرق معانا. طب هي ان بيبقى في تطور كبير من قبل الاعلام ومن قبل كمان الاتحاد ان هو يكون بيشتغل على حاجات ممكن مش هتكلفه بس بسيطه ولكن تفرق معاكم كلاعبين وفي شكل تنظيم الدوري او شكل تسويق الدوري عندنا والاتحاد بالنسبه لنا. طيب ممكن نتكلم بقى عن المنافسة في الموسم الحالي وشكل الدوري وشكل الدوري مرتبط أكتر من بطولة بتكونوا بتشاركوا فيها، بتتعاملوا مع الموضوع ده إزاي كجهاز فني وكلاعبين؟ الموسم طويل ومليء بالبطولات وعدد اللاعبين لازم يكونوا طبعا يحافظوا على نفسهم جسديا ويكون فيه كمان سياسة التدوير عشان الكل يكون سليم بدنيا. هو كمان السيزون ده يبقى فيه تجمعاتين للمنتخب في شهر 11 وفي شهر 2، فالدوري هيقف كمان شهر وشهر، فزي ما حضرتك بتقول الدوري هيبقى هنضغط اكتر والدوري هيبقى اطول. بس يمكن احنا عندنا الحمد لله يعني وما شاء الله ربنا بعيد عننا الاصابات في النادي الاهلي، السكواد يعني كبير وعميق زي ما بيقولوا، ان هو يبقى عنده الجهاز الفني حلول كتير وزي الروتيشن يبقى كويس ان احنا نيجي في الوقت المهم في الاخر نبقى الفرقه كلها جاهزه وواقفه على رجليها يعني عشان نقدر نبقى جاهزين للمنافسه في الاخر. ان هو دلوقتي دوري مرتبط زي ما حضرتك بتقول، هنلعب كمان دور 16 ونقف وهنجمع من المنتخب شهر ونص، بعد كده نرجع تاني نلعب دور الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل في الدوري مرتبط، ونبتدي بقى الدوري السوبر اللي هو الدوري الاهم يعني في الموسم. فزي ما حضرتك بتقول احنا لسه قاعدين خمس ست شهور لسه في منافسات، فدي محتاجه طبعا بيبقى اعداد بدني معين ومن الجهاز الفني ومن الجهاز يعني الطبي كمان بيبقى عليهم شغل كبير قوي في الفترات دي، عشان بنعمل تقريبا في السنه ثلاث فترات اعداد كل شويه بنفصل ونرجع تاني ونبتدي نتعدى عشان نجهز للماتشات. الله يقويكم. فكرت وانت بتنتقل بصيت على المركز بتاعك وبصيت كده كده النادي الاهلي بيبقى عنده نجوم، يعني دايما الواحد بيبص انا لما هروح فرصه مشاركتي وفي كتير لاعبين انا اتكلم في كوره اكتر يعني بتحصل ان هو ممكن بيروح وبيبقاش بيروح بيتشد جدا لفكره البس تيشيرت النادي الاهلي، ولكن من كتر ما الدنيا زحمه ومليئه بالنجوم زي ما بتتكلم والخبرات بيبقى الموضوع صعب. اكيد الموضوع معاك مختلف، ولكن هل بصيت على الفكره دي؟ ممكن يعني الصراحه ما بصيتش قوي، بس يعني هو فرقه الاهلي مليانه فعلا زي ما حضرتك بتقولي نجوم،
بس هو ان انا حتى في حد في مكاني كويس وفي لعيبه كتير اكيد في مكاني كويسين يعني احنا بنكون مع بعض يعني هيخلي الشكل احسن بالظبط كده سخنوا بقى بالظبط. وهو زي ما حضرتك بتقولي احنا موسم طويل جدا فلما نكون اثنين وثلاثه في مكان واحد حاجه افيد ليا وافيد للفريق احسن ما يبقى واحد بس ولا قدر الله يتعور بدري او يتصاب او ما بقاش يريح شويه ان هو ما فيش منافسه انما المنافسه جوه الفريق دي بتخلي الواحد يبقى على طول جاهز وعلى طول عايز يظهر للجهاز الفني بتاعه ان هو على طول في احسن فورمه يعني عشان يقدر يكون على طول متواجد جوه الملعب فلا دي حاجه كانت مخلياني كمان ان انا يبقى في ناس في مكاني دي حاجه تحمسني اكتر ان انا اروح عشان مع بعض نقدر نكسب. طيب حلو ان انت تكون متزوج من حد في المجال بتاعك وفاهم قصه وانت جاي كده من خلفيه رياضيه. الكابتن كريمان كابتن كريمان الكردي زوجتك في القصه دي برضه هي كانت بتلعب باسكت لعبت في انديه كتير يعني جزيره وسبورتنج ولعبت في النادي الاهلي والسنه اللي فاتت كانت بتلعب في اليوبلس واعتزلت ومسكت السنه في مسكت في الجهاز الفني لنادي اليوبلس مساعده مع كابتن ايهاب الالفي. طبعا دي بتفرق جدا في البيت ان انا احنا على طول بنخش قبل المعسكرات كلها قبل الماتشات كلها معسكرات فتقريبا في 3 4 ايام في الاسبوع احنا مش في البيت فهي كانت متفهمه ده جدا ومقدره ان هي تبقى بتشجعك كمان ان هي 4 ايام في الاسبوع مش موجود في البيت دي يعني ممكن تعمل مشاكل كبيره يعني بس هي الصراحه على طول بتشجع يعني على طول زي ما بيقولوا في ظهري يعني. لا احنا ستات عاقله طبعا الفل عليك يا كريمان. كريمان ايوه انا معاكي مساء الخير عليكي. كله حلو لسه بيشيد بالقوه بتاعتك دلوقتي والله مش عارف والله مش عارف بس قال كلام زي الفل. عامله ايه ومنوره الدنيا وموفقه ان شاء الله في تجربتك مع نادي هليوبلس باذن الله. يا رب ميرسي ربنا يخليك. كنت نفس الفكره اللي انا لسه بتكلم فيها مع كابتن عمرو انه حاجه مش سهله كمان بالنسبه لنا كسيدات ان تلاقي حد بقى متفهم فكره ان انت رياضيه وفكره ان انت بتحتاجي تفصلي وبتحتاجي تركزي وبتشيلي مسؤوليه قصه الرياضه ديت ان هي بتبقى ساعات كارير بالنسبه لبعض الرياضيات. ف حاجة برضو مهمة كانت بالنسبة لك اختيار يمشي مع الانكلاينز بتاعتك او الحاجات انت بتحبيها يعني. بصي احنا طبعا يعني احنا الاثنين الباسكت يعني حياتنا. بس انا الباسكت مش الكارير بتاعي يعني انا بدرس في الجامعة بس الباسكت هو اكتر حاجة بعملها بحبها في حياتي يعني. طبعا بالنسبة لي ان عمري يكون لعيب بالشكل ده وان هو يعني انا دايما مبسوطه باللي هو بيعمله ودايما عايزاه يكون احسن ودايما يعني وراه في كل ستيب هو عايز يعملها. فلا يعني انا متفهمه جدا طبعا حياته كلاعب باسكت وبالعكس يعني انا اللي هو عندهم ماتشات في اسماعيليه بروح وراهم عندهم ماتشات في تورنتي بتروحي مدرجات اوكي لا يعني انا مع الجمهور في كل الوقت. فطبعا لا يعني انا بالنسبه لي يعني انا عرفت عمرو هو لعيب باسكت فانا بالنسبه لي يعني هو لعيب باسكت وانا عايزاه يكون كده ومبسوط انا هو كده. فلا يعني انا ما عنديش مشكله خالص مع كل السيركمستانسز اللي حوالينا ان هو لعيب باسكت. طيب من ساعه ما عرفتي كابتن عمرو وهو في نادي الجزيره قصه انتقاله للنادي الاهلي كان ايه وقعها عندكم في البيت المناقشات اللي دارت ما بينكم كنت بتدعمي الفكره حباها اكيد النادي الاهلي نادي كبير ونادي الجزيره برضو نادي ليه تاريخه في السله ولكن كان ايه دورك في القصه دي؟ بصي انا بالنسبه لي يعني انا فعلا انا من ساعه ما عرفت عمرو من 10 سنين تقريبا وهو في الجزيره واخواته في الجزيره وباباه في الجزيره وكل يعني الجزيره هو بيته يعني وانا اوتوماتيكلي هو بقى بيتي انا كمان. بالنسبه لي ان هو ينتقل من نادي الجزيره لاي نادي ثاني كانت صعبه بس اول ما فكرنا في الاوبشنز كان الاهلي هو انا بالنسبه لي يعني انا يعني مش لازم اقول كده بس انا عيلتي زملكاويه. اوكي انا بالنسبه لي انا كنت شايفه انه الاهلي هو احسن اوبشن لعمرو وان هو ده اللي احنا باصين له وخلاص احنا مش عايزين حاجه يعني مش بنفكر في اوبشن تاني عشان عمرو اهلاوي جدا 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 اهلاوي متعصب. فهو وغير كده الاهلي فرقه كويسه وفيها لعيبه كتير كويسين وهو ممكن ان شاء الله يكون هو اضافه للعيبه اللي اوريدي موجودين هو وعمر طارق ومبيب والناس الجديده اللي جت لان هو فعلا بيحب الاهلي قوي وبيحب لعيبه الاهلي والجهاز الفني بتاع الاهلي جهاز كويس قوي وكل حاجه منظمه وكل حاجه ستراكشرد فتكوني عارفه انه انت رايحه على مكان انت مطمنه
مش بالظبط في سيستم انت مش مضطره تهتمي باي حاجه غير اللعب يعني. هو مش مضطر يركز في اي حاجه غير ان هو يلعب وان هو يكون بيحاول يكسب فرقته اكتر وان هو يلعب مع الناس اللي معاه لان هو جنبه ناس كتير قوي كويسه كانوا كلهم يساعدوا بعض ان هم يكسبوا ومش محتاجين يركزوا في اي حاجه ثانيه خلاص يعني. كل حاجه في الاهلي بتكون كل واحد مهتم بالحاجه اللي هو المفروض يهتم بيها فهم كلاعيبه مش مضطرين يركزوا في اي حاجه غير اللعب وهو ده اللي هو عايزه. فانا كنت حاسه صراحه ان الاهلي هو دلوقتي احسن اوبشن بالنسبه له يعني. موفقة إن شاء الله في تجربتك وإن شاء الله الكابتن عمرو أيضا موفق وعادي خالص كنت زملكاوية وهو أهلاوي يعني. أنا زملكاوية أيوه زملكاوية وهو أهلاوي أنا لعيب عندي خلاص أنا حاجة غلطة عليا خطأ عادي مؤاخذة بس أنا الفل عليكي الأهلي يعني يا كابتن أنا حلاوي أيوه 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 وحاجة جيدة إن إحنا نشوف روح زي دي لأنه للأسف بقى مفهوم الرياضة متلخبط خالص بقصة التعصب ده الموضوع ابسط من كده خالص يعني. قبل ما عمرو يروح الاهلي حتى هم احنا دايما عندنا في البيت لعيبه الباسكت يعني اصحاب عمرو دايما عندنا في البيت ودايما بيكونوا ناس مش يعني مش بالذات فرقته يعني. فهو حتى اكيد انا مش متاكد انا كان عندي كنا جايين من ماتش فانا مش متاكده هو اتكلم ولا لا في الموضوع ده بس انه ايهاب امين مثلا كان من الاسباب القويه جدا ان عمرو راح الاهلي يعني. ايهاب كان معانا طول اليوم في البيت وطول اليوم يلا يلا فاهمه فهو لا يعني بالعكس هو الباسكت غير اي لعبه ثانيه يعني كلهم صحاب يا رب كله يبقى زي الباسكت كده والدنيا تهدى. وبشكرك شكرا جزيلا كريمان كردي زوجة الكابتن عمرو الجندي وايضا واحده من لاعبات التنس السابقات ودلوقتي كمان ليها دور بقى على الصعيد التدريبي جيد باذن الله وبتكون موفقه فيه داخل نادي هليوبلس. اخيرا يا كابتن عمرو طموحاتك السيزون ده يعني اهم حاجه السيزون ده نكسب الدوري العام ده الهدف اللي احنا حاطينه مش الدوري العام بس يعني كل البطولات ان شاء الله اللي بنشارك فيها عشان احنا حاطين هدف قدامنا ان احنا عايزين نرجع تاني السيطره للنادي الاهلي في كل البطولات المحليه عشان السيزون اللي بعده نبتدي نفكر بقى في البطولات القاريه والبطولات الافريقيه وكده. بس احنا واخدينها ستيب باي ستيب ان احنا مش هينفع نطلع مره واحده. السنه دي كل تركيزنا على البطولات المحليه ان احنا ان شاء الله عايزين جمهور السنه فاتت زعل وان شاء الله السنه دي نقدر نفرحه يعني. والكلام ده مش غير بالروح مش بالكلام بس والحماس اللي في الملعب وان شاء الله نقدر نفرحهم يعني. موفق باذن الله واكيد هنتابع بقى الدوريات في كره السله كده عن قرب ونشوفك بتقدم ايه مع النادي الاهلي ونشوف منافسه قويه وكالعاده وتكون اضافه باذن الله. شكرا جزيلا كابتن عمرو الجندي واحد من نجوم منتخبنا الاول لكره السله واحدث صفقات النادي الاهلي اللي ابرمها وشارك بالفعل في هذا الموسم الجديد بنتمنى له اكيد كل التوفيق. وبشكر حضراتكم مشاهدينا شكرا جزيلا على المتابعه باذن الله نلتقي دائما على الف خير.